إذن هسه راح نكمل الجزء الثاني من المحاضرة. المشكلة كانت إنه الكهرباء طفت وخربت الشغل علينا. اسمع هذا، حاول. إذن بهاي الصفحة راح نشوف الصفحة الرابعة، نريد نشوف شنو إذا سوينا يوفي إحنا شنو ندور من هذا اليوفي، يعني شنو نستفاد من عنده. طبعا كل امتصاص راح يطلع لنا بطيف يوفي. ندور على 3 أو 4 أشياء مهمة. هو موقع الامتصاص، يعني الطول الموجي اللي تظهر عند الليمدا ماكس نسميها، أو الطول الموجي الأعلى أو الأقصى. شدة هذا الامتصاص، هنا إذن البوزيشن، أولا موقع الامتصاص. اثنين شدة هذا الامتصاص، شدة الامتصاص مثل ما تلاحظون هنا من intensity. بعدين شكل هذا الامتصاص. والنقطة الرابعة اللي يهمنا منه هو هذا الفاين ستراكتشر، أو التركيب الدقيق لهذا الامتصاص. إذا 4 أشياء مهمة لازم نظل ببالنا، انه احنا شنو نستفاد من طيف يوبي. ندور على مكان الامتصاص اللي هي الليمدا ماكس، وشدة هذا الامتصاص اللي هو الابزوربنس، اللي من خلال هاي المعادلة اللي شفتوها، اللي A تساوي لنا ابسلون مضروبة في C مضروبة في D. بعدين شكله يعطينا فكرة ايضا عن نوع الامتصاص اللي صاير. بعدين التراكيب الدقيقة لهذا الامتصاص. بالنسبة للانتقالات الإلكترونية، أو الانتقالات الإلكترونية اللي نسميها الحزم، بالأخير احنا وصلنا إلى حزمة. يعني تذكرون بالآي آر قلنا، من تكلمنا عن الآي آر تكلمنا عن حزمة، أو سميناها باند، حزمة أو باند، وبالNMR سميناها سيجنال. هنا أيضا راح نسميها حزمة، وراح نشوف أنه هذه الحزم هي نتيجة الانتقالات الإلكترونية. عندنا الانتقالات الإلكترونية اللي راح مهمة واللي نشوفها، هي انتقالات الإلكترونية من نوع سيجما إلى سيجما ستار. هاي سيجما إلى سيجما ستار، يعني سيجما اللي هي موجودة، الإلكترونات اللي موجودة في الأواصر من نوع سيجما تنتقل ما يقابلها اللي هو سيجما ستار. وبعدين الإلكترونات من نوع باي اللي هي موجودة في الأواصر المزدوجة مثل ما تعرفون، أو في أوربيتالات باي اللي هي جزء من الأواصر المزدوجة، راح تنتقل إلى سيجما ستار، عفوا إلى باي ستار. إذا سيجما إلى سيجما ستار، باي إلى باي ستار. عندنا نوع آخر من الإلكترونات اللي هو إلكترونات N، هي الإلكترونات غير المشتركة، الأزواج الإلكترونية غير المشتركة الموجودة على ذرات النيتروجين، على الأكسجين، أي زوج إلكتروني ما مشترك أو ما مكون عاصرة موجود في أوربيتال N. هذا وين راح ينتقل؟ ينتقل أما إلى باي ستار أو ينتقل إلى سيجما ستار. لو نشوف هذول الأوربيتالات وطاقتهم، هذول هنا طبعا عندنا هاي الإنرجي، هنا عندنا سيجما هذا، وهنا عندنا باي تكون أعلى منها طاقة، وانتو تعرفون هذا الكلام حاكي احنا سابقا في الكيمياء العضوية. وعندنا إن، هذول الإلكترونات غير المشغولة. فتلاحظون انه هاي سيجما اللي هي اقل طاقة من ينتقلون، وين ينتقلون؟ الى سيجما ستار اللي هي اعلى طاقة. اوكي، من عندنا الكترونات موجودة في اوربيتالات باي او اوربيتال باي، ها وراح ينتقلون، هذا شوف هذا السهم، ينتقلون الى باي ستار. واذا يكونون موجودين في ان، اما ينتقلون الى سيجما ستار هاي، عفوا الى باي ستار هاي، او الى الاعلى من عدها اللي هي سيجما ستار. فاذا هذول الالكترونات اللي موجودين في هذا الاوربيتال، او الالكترونات غير المشتركة، من تنتقل اما تنتقل الى باي ستار وهي اقل طاقة،
وهاي سيجما ستار اللي هي أعلى طاقة من باي ستار. فهذه هي الانتقالات الإلكترونية المعروفة واللي نهتم بها احنا، نسميها المولكيولار أوربيتال أند إلكترون ترانزيشن. طبعا الانتقالات الإلكترونية هاي اللي حكينا عنها، هذول الثلاث أنواع من الانتقالات الإلكترونية حقيقة يتأثرون ب عدة أشياء. خلينا نقسمها إلى أربع أقسام. هنا طبعا تأثير الإعاقة الفراغية، من عندنا إعاقة فراغية طبعا هاي تأثر على الانتقالات الإلكترونية. الاندكتيف افكت، تأثير الحث أيضا يأثر على الانتقالات الإلكترونية. الريزونانس أيضا تأثر على الانتقالات الإلكترونية، يعني مثلا إذا صار عندنا ريزونانس ممكن هذا يساعد على الانتقالات الإلكترونية بسهولة، يساعد على الانتقالات الإلكترونية بسهولة. يعني أيضا من الأشياء اللي تأثر على الانتقالات الإلكترونية اللي هي وجود الكروموفورات اللي نسميها كروموفورز أو كروموفور، وخاصة في اللون كونجيجيشن عندما يكون عندنا تعاقب طويل. هاي الكروموفورات اللي نسميها حاملة اللون أيضا لها تأثير على الانتقالات الإلكترونية. نحاول نشوف بهاي الصفحة خمسة، صفحة خمسة هنا. طبعا هذا هي منطقة الامتصاص، هاي هنا عندنا هاي منطقة الامتصاص هنا. هنا طبعا ممكن ان نرمز لها بالرمز، هنا شوف عندنا هذا، هنا عندنا هذا الطول الموجي، وهذا اللي راح يصير، يصير عكس العدد الموجي، تمام ولا لا؟ اذا نمشي بهالاتجاه اذا هذا الطول الموجي، اذا نمشي بهالاتجاه راح يصير عكس اللي هو العدد الموجي. وتلاحظون هاي المناطق امتصاص، مثلا انتقالات الالكترونيه اذا عندنا سيجما، هاي هنا وينها سيجما، هنا عندنا سيجما الى سيجما ستار على ما اشوف اني، هاي نوع سيجما الى سيجما ستار هو طبعا اقل من 200 نانومتر، شوفوها، ونسميها في منطقة الفاكيوم يوفي. فاكيوم يوفي، المنطقة الفاكيوم يوفي هي المنطقة اللي تكون عادة مفرغة من الهواء. ليش؟ لانه الاكسجين يمتص في هذه المنطقة، او بعض الجزيئات تمتص في هذه المنطقة، ولذلك لازم نفرغ الخلية من الهواء ولا نسمح بامتصاصات إضافية. هاي سيجما إلى سيجما ستار، عندنا هنا N إلى سيجما ستار، شوف هاي المنطقة اللي تمتص بيها اللي هي فوق تحت الميتين وفوق الميتين، هاي مثل ما تشوفوها. وأيضا عندنا باي إلى باي ستار، هنا باي إلى باي ستار أكو عندنا تحت الميتين تلاحظون وفوق الميتين. ايضا عندنا انتقالات الكترونيه من نوع باي الى باي ستار، باي الى باي ستار من نوع. كل ما يصير عندنا تعاقب، كل ما الطول الموجي يزداد، يعني الضوء اللازم لاحداث هذا الانتقال الالكتروني يزداد الطول الموجي مالته، لانه الالكترونات بهالحاله هذه وراح نجيها الى هذا راح تكون تحتاج طاقة أقل، يعني طول موجي أعلى، طاقة أقل تعني طول موجي أعلى. وعندنا أيضا هنا عندنا N إلى باي، وعندنا هنا أيضا N إلى باي، تلاحظون تعتمد على وين موجود هذا الإلكترونات N حتى تنتقل إلى باي، وين موجودة
وشنو الكرومات اللي تأثر عليها. فهذا هو مناطق الانتقالات الإلكترونية حسب الأطوال الموجية. طبعا أيضا المذيب اللي نستخدمه لإذابة المادة العضوية واللي حتى نسوي لها طي في يوبي أيضا إلى تأثير. أكو قسم من عندهم يصعدون امتصاصية أو يصعد امتصاصية انتقالات إلكترونية، قسم يأثرون قسم ما لهم تأثير. لكن خلينا نشوف الانتقالات أو من يصير عندنا الطول الموجي يزداد، هذه امتصاصات نتيجة وجود هاي الكروموفورات اللي حكينا عنها أو حاملات اللون. فعندما يصير عندنا إزاحة بالطول الموجي إلى الأعلى نسميها باثوكروميك شيف إفكت أو التأثير الباثوكرومي، ماشي، أو الإزاحة الحمراء. عندما يزداد الطول الموجي نتيجة وجود هذه الكروموفورات اللي حاملات اللون، فوين راح يش يصير عندنا؟ راح يزداد عندنا الطول الموجي اللي تمتص عند المادة، فنقول هذه المادة أو نقول هذا صار إزاحة عندنا حمراء. أو يقل الطول الموجي فنسميها إزاحة زرقاء، هنا نسميها يعني سميناها هايبو أو باثوكروميك شيفت هنا، أو نسميها هايبوكروميك شيفت إفكت، الإزاحة الزرقاء. من نمشي باتجاه اليمين، يعني عندما تزحف، هاي هي خلينا نشوفكم هنا، هذه هي شكل الامتصاص، هذا هو شكل عادة باليوفي، هو هذا شكل الامتصاصات مال حزمة الامتصاص باليوفي، هو هذا شكلها عادة تكون بهذا الشكل، يعني هذا الشكل الغالب عليهم. فعندما تسحف الحزمة بهالاتجاه باتجاه اليمين، هذا اتجاه اليمين، فنقول عليها إزاحة حمراء. هنا عندنا الليمدا ماكس، هذا الطول الموجي الأعلى اللي نقيسه دائما واللي نحسبه هنا، هذا أعلى القمة، هذا نقول عليه الطول الموجي أو الليمدا ماكس، أوكي، منا نقيسها ننزلها على هذا الطول الموجي، هنا عندنا نقيسها. فمن تزحف الحزمة بهالاتجاه اليمين، باتجاه اليمين نقول عليها إزاحة حمراء، ومن تزحف الحزمة باتجاه اليسار نقول عليها حزمة زرقاء أو إزاحة زرقاء. إزاحة زرقاء أيضا إذا ازدادت شدة الحزمة إلى الأعلى، يعني صارت الابزوربنس مالتها عالية، نسميها هايبركروميك إفكت أو التأثير الهايبركرومي، مثل واحد يقولون لا سمح الله ضغطه صاعد، فإذا نسميه هايبركروميك إفكت، التأثير الهايبر كرومي، يعني بمعنى تزداد شدة الحزمة. وين تزداد الحزمة شدتها؟ تصعد يعني لفوق. أما إذا نزلت الحزمة شدتها فنقول عليها هايبو. شوف أكو هايبر كروميك إفكت وأكو هايبو كروميك إفكت اللي هو عكس الهايبر، يعني تنزل أو تنخفض شدة الحزمة. فإذا عندنا أما إزاحة زرق، إزاحة حمراء باتجاه اليمين، الحزمة تسحب باتجاه اليمين، أو الحزمة إزاحة زرقاء باتجاه اليسار، أو تصعد إلى الأعلى تزيد شدتها ونقول عليها هايبركروميك إفكت، أو تنزل شدة الحزمة ونسميها الهايبركروميك إفكت اللي هو عكس الهايبر. خلي محاضرتنا اليوم نختمها بهاي الصفحة، هاي الصفحة
هاي الصفحة تلاحظون الانتقالات الإلكترونية المسموح بها وغير المسموح بها. أكو انتقالات إلكترونية نقول محرمة أو ما تصير عندنا انتقال إلكتروني، وأكو عندنا انتقال إلكتروني ضعيف، وأكو عندنا انتقال إلكتروني مسموح به، وأكو انتقال إلكتروني آخر مسموح به جدا. نشوف بيش هاي المعادلة اللي حكينا عنها قبل شوية، اللي قلنا الأبزوربنس تساوي لنا أبسلون أو معامل الامتصاص المولاري، هذا مضروب في سي مضروب في دي. شنو نستفاد من عنده؟ يعني قيمته إذا نريد نحسبها شو تفيدنا هذه القيمة؟ شوف إذا كانت قيمته أقل من 10 أو تساوي 10 نقول هذا الامتصاص غير مسموح به، يعني ما يصير عندنا انتقال إلكتروني. إذا كانت قيمته محصورة بين 10 أكبر من 10 وأقل من 1000 نقول weekly allowed. weekly allowed فهذا الانتقال الإلكتروني يكون غير مسموح به. إذا كان الانتقال الإلكتروني بين الألف والمئة ألف نقول allowed، وإذا كان فوق المئة ألف نقول عليه strongly allowed. فإذا هاي نستفاد من عند قيم أبسلون. أكو عندنا الجزيئات اللي نشوف إن نقدر نوزعها بين الانتقالات بين مستوى طاقة ومستوى طاقة آخر، وهناك معادلة يمكن أن نستخدمها، هي معادلة بولتزمان. تشوفون هذه المعادلة ممكن من خلالها أن نستخدمها ونشوف في كل مستوى طاقة إيش قد عندنا من الجزيئات في حال إعطاها الضوء المناسب أو الطاقة المناسبة. شكراً، هاي المحاضرة الأولى.